ميكالي النهارده قال كلام مهم جدا قبل المباراه، وميكالي ايضا من المدربين المحترمين جدا وتصريحاته مهمه جدا. تعالوا نشوف ميكالي قال ايه، وكمان ابراهيم عادل كابتن المنتخب قال ايه قبل هذه المواجهه، ونرجع نكمل كلامنا. تكون طبعا مباراه صعبه، خاصه بعد ما احنا طلعنا 4 منتخبات للمرحله التصفيات، وفي كل مره الامور بتتصعب على جميع الفرق. بالامس كان عندنا يوم استشفاء، يوم كامل شبه راحه للمنتخب، وعملنا استشفاء لجميع اللاعبين، واليوم هنبتدي التدريب ونستعد بشكل جيد جدا امام منتخب قوي وهو منتخب غينيا. اتمنى ان احنا نقوم بالعمل المطلوب المنوط لجميع اللاعبين، ونعمل مباراه جيده ونفوز بالمباراه وهو الهدف الاهم. بالنسبه للتجهيز والوقت بسيط، قال في الاول في بدايه الحديث ان المنتخب غينيا عنده يوم زياده في موضوع الاستشفاء، ولكن احنا بنحاول بقدر الامكان نعمل موضوع الاستشفاء وعلاجات اللاعبين في هذه الفتره البسيطه المضغوطه باسرع ما يمكن. وبنقول في خلال الفتره دي بنحلل الفريق الخصم، بنحلل ادائنا ايضا في المباريات السابقه، ونشوف النقاط الايجابيه والسلبيه. وبيقول لازم نكون نتعامل في هذه المباراة ببعض من الذكاء والتصرفات الصحيحة لكي نتخطى هذه المرحلة. وطبعا بيعقب على كلمة مهمة وهي الروح المصرية في الأوقات الصعبة، وشحذ الجماهير والكلام الإيجابي اللي بيوصل من مصر لجميع أفراد المنتخب وجميع اللاعبين، ده شيء كبير جدا بيحمسهم، بيرفع من روحهم المعنوية. وجود 4 لاعبين من منتخب مصر في تشكيل مثالي للفترة السابقة، بيقول أنا طبعا سعيد جدا بهذا الخبر، ولكن ليس الاستحقاق ليس للأربعة فقط، ولكن الاستحقاق للزملاء أيضا، لأنهم شاركوا على ظهور المهارة الفردية لهؤلاء اللاعبين الجيدين. ومنتخب مصر بصفة عامة يعتمد على اللغة الجماعية والشغل الجماعي في جميع المباريات. بيقول ويضيف أيضا المدرب الفني، بالنسبة للمرحلة السابقة انتهت تماما، وأضاف أن اللعيبة في المرحلة الأولى فاهمين أهمية المرحلة الأولى بكل إيجابيتها وسلبيتها، والآن داخلين على مرحلة هامة جدا جدا وتهم جميع المنتخبات المشتركة وليس منتخب مصر فقط. نحترم المنتخب الخصم اللي سوف على المنتخب غينيا اللي احنا نقابله في المرحلة القادمة، ولكن الهدف الأهم هو الفوز في هذه المرحلة ونتخطى المرحلة القادمة، وفيما بعد الهدف الكبير وهو الوصول إلى الأولمبياد. وأضاف أيضا منتخب مصر يعتمد على الشغل الجماعي، وبيهنئ جميع اللاعبين وبيقول يستحقوا بالفعل تواجدهم من ضمن التشكيل المثالي لهذه المرحلة. بشكر دولة المغرب العظيم ومنظمة الكاف القائمة على تنظيم هذه البطولة بهذا الشكل الراقي، سواء فنادق، سواء عاملين، سواء حكام، سواء ملاعب، سواء مدرجات، سواء جمهور، والتنظيم الغير طبيعي الرائع جدا والمجهود المبذول في هذه البطولة. فبقول باللغة العربية مبروك لدولة المغرب على تنظيم هذا الشكل الراقي جدا المتقدم بالفعل، ونتمنى ان احنا نشوف مباريات جيدة في المرحلة القادمة. طبعا بالنسبة لأسماء اللاعبين المصابين أو اللاعبين اللي سوف يشتركون الجدد، طبعا هو المفروض اللي أنا مش بقول الأسماء، ولكن عن أنا قوام فريقي والعناصر المتواجدة معايا 23 لاعب، وكل لاعب جاهز في مركزه، حتى البدلاء جاهزين، ونعلم جيدا أهمية هذه المباراة. وفي أي لحظة ممكن نطلب أي لاعبين من اللاعبين البدلاء، طبعا بيدخل وبيأدي على أقصى ما يمكن، ونوعد الجمهور المصري بإذن الله أن احنا نعمل مباراة جيدة ونبذل أقصى جهد في هذه المباراة الهامة. وبيشيد باللاعبين البدلاء موجودين ودايما جاهزين وفاهمين كويس جدا جدا، وما أنا عندي كمدرب كمدير فني لا يوجد فارق بين اللاعب الخارج التشكيل أو الأساسي يعني الاحتياطي، وكلهم جاهزين لهذه الموقع أو لهذه المباراة. بما أن دولة مصر دولة كبيرة تاريخيا وحضاريا، وخاصة كمان في موضوع كرة القدم، وجمهور هائل جدا، جمهور عظيم خلف المنتخبات،
بيوجد بالطبع وبالتأكيد في ضغط، ولكن أنا كمدير فني ونحن كلاعبين في منتخب مصر الأولمبي بنحول هذا الضغط إلى ضغط إيجابي، وده يدينا إحساس بالمسؤولية وبنبحث دائما على الانتصار. إذن منتخب مصر مجرد ما يدخل من بوابة الملعب المسؤولية محطوطة على عاتق اللاعبين وعلى عاتق الجهاز الفني وجميع المسؤولين أن مصر لازم تفوز، وهذا الانطباع دايما موجود في بلدنا مصر. فإذا بيقول بنحول الشكل الضغط اللي بيتقال إلى ضغط إيجابي، وده بيخلينا نعمل وبنسعى بأقصى جهد ممكن نحن نؤدي مباراة بشكل كبير جدا ونبحث على الانتصار تحت أي ظرف من الظروف، وإن شاء الله نحاول نعمل مباراة جيدة وكبيرة من جميع النواحي. أول مباراة طبعا كنا لعبناها ما كانش فيه توفيق، البداية ما كانتش كويسة، بس الحمد لله ربنا كرمنا وعدينا الحمد لله في المجموعات، تصدرنا المجموعة، فالحمد لله يعني احنا ان شاء الله عارفين مباراة صعبة وعارفين اهميتها جدا، كلنا مستعدين واللعبة كلها على اتم الاستعداد. ماتش مش هيبقى سهل خالص، بس طبعا اللعبة لازم كل لعيب فينا يطلع كل حاجة عنده. بنوعد الجمهور المصري ان احنا اللعبة كلها تعمل كل حاجة عندها، وان شاء الله ربنا يكرمنا بإذن الله، ومحتاجينهم يبقوا في ظهرنا، وباذن الله ان شاء الله كده ربنا يكتب لنا التوفيق ان شاء الله. الحمد لله طبعا ان في لعيبه، 4 لعيبه من المنتخب موجودين في التشكيل طبعا، فالحمد لله لولا اللعيبه دي لولا الفرقه وكده يعني الواحد ما كانش خد الجائزه دي. الحمد لله الواحد بيحمد ربنا واللعيبه دي كلها بمساعدتها وكده، فانا بهديهم الجائزه دي ليهم وللجمهور، واحنا لسه ما عملناش حاجه، قدامنا خطوه مهمه جدا، ماتش غينيا وحلم لينا كلنا باذن الله ان شاء الله الوصول للاولمبياد، وطبعا فاحنا بناخد خطوه خطوه لحد ما نوصل لابعد نقطه ان شاء الله، وان شاء الله اتمنى يكون معنا التوفيق يعني باذن الله. كلام محترم من ابراهيم عادل وايضا من ميكالي قبل هذه المواجهه، كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا الوطني الاولمبي في مواجهه غينيا ان شاء الله غدا باذن الله، فوز يضمن لنا الصعود للأولمبياد وأيضا وصول للمباراة النهائية.